فخورنا النهارده وانا فخورت يعني بان انا بتكلم قدام الدول العربيه وبقول لهم احنا دلوقتي عملنا حاجه جديده. التكنولوجيا طول عمرها موجوده، لكن اللي احنا عملناه في مصر هو توطين لاستخدام التكنولوجيا. طيب انا هنا احنا انشانا كوادر حاليا دلوقتي المركز عندنا في البنك المركزي يمكن بيقرب من 70 فرد، 70 محترف. 70 يعني ده مش محترف، ده 70 عقل مهول. علشان كده انا خليني هقول لك بمنتهى البساطه، انا دلوقتي بتكلم مع الدكتور شريف حازم نور الدين، الراجل ده اللي هو سيادتك المسؤول عن تامين كل المعاملات المصرفيه او غيرها اللي بتتم على السايبر سبيس، يعني الاونلاين بايمنت باشكاله المختلفه، بلاتفورمز او تولز زي الوالتس الخ الخ الخ. فالراجل المسؤول عن التيم اللي بيعمل كل ده في جمهوريه مصر العربيه هو الدكتور شريف حازم نور الدين، مظبوط الكلام؟ يعني انا بقود مجموعه من زملائي ومسؤولين. فلننحي التواضع جانبا، خلينا ننحي التواضع جانبا، مسؤولين عليها. حلو.